وبالعودة إلى عملية تجهيز المستشفى الميداني الأردني التوليد والخداج خان يونس الذي سيرسل إلى غزة قريبا، ينضم إلينا مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات. أهلا بك دكتور معنا في هذه النشرة. في البداية، كيف جاءت فكرة مستشفى التوليد والخداج في غزة، خاصة مع وجود مستشفيين أردنيين ميدانيين في القطاع؟ مظبوط يا ستي، امبارح تشرفنا بالزيارة الملكية السامية لمدينة الحسين الطبية الملكية لإطلاق هذا المشروع اللي تفضلت فيه. جاءت الفكرة بتوجيهات من جلالة سيدنا الله طول بعمره، وبإشراف مباشر من القيادة العامة والتعاون مع شركة بايوس بروجكت في أمريكا. تم تجهيز المستشفى وتجميعه في مدينة حسين الطبية ليتم إرساله في النهاية إلى غزة لدعم أخواتنا وخدجهم في القطاع، هم بحاجة ماسة لهذا النوع من الخدمة. وزي ما تفضلتي، في عنا أصلا هناك مستشفيات ميدانية، الأولى في تل الهوى والثانية في خان يونس. سيكون هذا المستشفى جزء لا يتجزأ من المستشفى المقام أصلا في خان يونس، والذي يقوم بعمليات جراحية متقدمة ومعقدة، بالإضافة إلى المركبات المتنقلة التي أرسلناها قبل 3 أسابيع وتقوم بواجبها بزراعة الأطراف الصناعية، ولحد الآن صاروا حوالي 30 طرف صناعي بالأطراف العلوية والأطراف السفلية. والحمد لله بفضل توجيهات جلالة سيدنا تم تجميع هذا المستشفى ليكون رافدا للخدمة في خان يونس المسمى 4 حاليا، اللي هي الدفعة 4 من المبعوثين إلى هذا المستشفى. وهذا يقدم خدمة نوعية، وهو يعتبر الأول من نوعه في العالم كونه ميداني. في مستشفيات بوزارة الصحة تخدم الولادة والخداج، ولكن أن يكون ميداني وتحت النار وفي ظروف الحرب هو الوحيد والنوعي في العالم. ويتكون المستشفى من 4 غرف ولادة، واحدة منهم للعمليات القيصرية اللي بتكون فيها متعسرة، وأربع غرف وثلاث غرف ولادة للولادة الطبيعية، بالإضافة إلى 30 سرير ما بعد الولادة، وفي حوالي 8 حاضنات. 8 حاضنات سيضافوا إلى 44 حاضن اللي أصلا واصلين هذا المستشفى، ويكون عدد الحاضنات بالكامل حوالي 52 حاضنة. فمجموع هذه العمليات الموجودة هناك تحاكي نوع الإصابات الموجودة، يعني جراحات متقدمة لإصابات الحرب، أطراف صناعية للمبتورين، وتوليد وخداج لأخواتنا هناك، كونه في حوالي حسب تقارير وزارة الصحة ما يقارب 50,000 حامل في غزة، وقد يتزايد العدد. هذا المستشفى قابل أنه يزداد حجمه ويتوسع ليتناسب مع الوضع الحالي في غزة. نعم دكتور يوسف، إذا تحدثنا عن الكوادر الطبية التي ستكون متواجدة في هذا المستشفى، ومتى من المتوقع أن يتم العمل به والبدء بتشغيله؟ يا ستي، هذا المستشفى يدار من 82 من مرتبات الخدمات الطبية الملكية، نشامة ونشميات الخدمات الطبية الملكية. والعمل الجاري الآن مع مديريات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية وبلدية غزة والمعنيين من الشركة الموقرة، في أنه نجهز مكان المستشفى بداية في أرض غزة قبل نقل المستشفى. لازم تكون المستشفى هناك مهيئ من أرضيات وإنفراستركشرز وحماية، ومن ثم يتم تحويل المستشفى بالتدريج إلى مكان المقرر في غزة، والمتوقع أن يكون هناك في منتصف تقريبا شهر 20 الثاني لهذا العام. نعم دكتور يوسف، إذا تحدثنا عن المستشفيين الميدانيين الأردنيين، كيف يسير العمل بهما في غزة وخان يونس؟ العمل عندنا بالمستشفيات الميدانية يحاكي وضع العمليات. بداية كانت العمليات في المنطقة الشمالية، كان الجهد
الأكبر لمستشفى الموجود في تل الهوى، وبعدها انتقلت العمليات كلها إلى الجنوب، فتم التركيز في توجيه الخدمة الطبية لأخواننا وأخواتنا في غزة حسب وضع العمليات. فتم تجهيز المستشفى زي ما حكينا في البداية بكل هاي التقنيات والعلاجات لتحاكي مشهد الإصابات. نعم، يعني بما معنى في ظل العمليات العسكرية الجارية من قبل قوات الاحتلال، ما الجهد الذي يقوم أو تقوم به هاتين المستشفيين؟ نعم، احنا بنحكي، اذا بدنا نحكي بالارقام، اول شيء مستشفى تل الهوى تم انشاؤه بمبادره ملكيه ساميه سنه 2009، ومن هذاك الوقت لحد الان قام بمعالجه ما يقارب 2 مليون من الزائرين المرضى لهذا المستشفى. بخان يونس يعتمد الجهد على العمليات العسكريه اللي تفضلت فيها في الوقت نفسه، يعني ممكن ايام يكون بشوف حوالي خلينا نقول 500 حاله، وايام تصل الى 1500 حاله، بتعتمد على نوع الاصابات. المستشفى والكوادر تبعه اصبحوا متدربين وجاهزين لكل انواع الاصابات الموجوده هناك، سواء كانت جراحيه او حروق او بتر اطراف، وهلا رفضنا بالنساء والتوليد او التوليد والخداج عفوا. نعم دكتور يوسف، اذا تحدثنا عن مساهمه الخدمات الطبيه الملكيه في التخفيف عن اهالي القطاع خلال السنوات السابقه عموما وخلال الحرب الحاليه الدائره في القطاع، الى اي مدى اسهمت في ذلك؟ يا ستي، ميدانيا الخدمات الطبيه الملكيه هي الوحيده اللي كانت تتواجد في ظروف العمليات العسكرية. حسب علمي ما كان في أي جهة مدنية استطاعت أن تصل إلى هناك إلا بمجهود القوات المسلحة الأردنية والخدمات الملكية بتوجيهات ملكية من القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبد الله حفظ الله ورعاه. نعم دكتور يوسف، يعني سؤال حول مبادرة استعادة الأمل، إذا تحدثنا تفصيل بسيط حول الأعداد التي تأتي لترميم وتركيب ربما الأعضاء الاصطناعية، حدثنا أكثر عنها بالتفصيل إذا سمحت. كيف يجري العمل لغاية اليوم؟ ستي، حسب الإحصائيات حسب الإحصائيات الموجودة من وزارة الصحة الفلسطينية، في ما يقارب حاليا حوالي 15,000 مبتور. هسه البتر قد يكون في طرف واحد او طرفين او ثلاثه، الاعداد البتر في الطرف الواحد اكثر، والاطراف قد تكون علويه او سفليه. نشات الفكره بتوجيهات من جلاله الملك لارسال هذا المستشفى المتنقل لخان يونس. حاليا العمل زي ما حكيت لك الارقام اللي بتوصلنا اول باول، وعندنا صور طبعا بكل الاجراءات اللي بيعملوها مرتبات الخدمات الطبية الملكية، وصلت إلى حوالي 30 طرف. يعني كان المصاب يجي غير قادر على الحركة، يطلع من المستشفى بيمشي على رجله، والحمد لله حاليا عندنا المقدرة على 300 حالة، والعمل جاري بالتعاون المشترك بكل الجمعيات أنه نرفع الأعداد قدر المستطاع حسب الاحتياج. نعم، جهودكم مباركة أينما تواجدتم. دكتور يوسف، مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.